أخيرة الانتباه وزاوية الجرائم دق مع الكاتب والصحفي محمد عبد الماجد عنوانها اليوم بقوله في ذكرى الانقلاب فعلتها الشمس متى يشعر هؤلاء بالكسوف. ابتدر محمد عبد الماجد هذه الزاوية بقوله ربط ناشطون بين كسوف جزئي للشمس وبين انقلاب 25 من أكتوبر الذي يصادف الذكرى الأولى له. المفارقة أن الكسوف حدث في ساعة التوقيت الرسمي لثورة ديسمبر المجيدة التي جعلت من الساعة الواحدة موعدا لانطلاقتها في كل أرجاء البلاد. والكسوف الجزئي بدأ في الخرطوم عند الساعة 12:52 ظهرا وبلغ ذروته عند الساعة 1:38 دقيقة ظهرا. هذا التوقيت هو توقيت الثورة ذاته ولكن لا يشعرون. انتهى الكسوف عند الساعة 2:35 دقيقة ظهرا وهو موعد عودة المحتجين والمتظاهرين إلى بيوتهم. لقد حدث كسوف في الشمس من أفعالهم وهم لم يرمش لهم طرف. الطبيعة أحيانا ترسل إشاراتها وتقدم رسائلها عندما تتبلد المشاعر وتعجز عن استيعاب الواقع. أليس من المنطقي والطبيعي أن يحدث كسوف للشمس؟ واليوم الذي حدث فيه هذا الكسوف أصدرت فيه وزارة الداخلية بيانا وصفت فيه الثوار الذين خرجوا في مليونية 25 من أكتوبر بأنهم تشكيلات عسكرية مسلحة غير مدنية، وناشدت وزارة العدل أن تطلق يدها لحسم ما وصفتها بالفوضى التي تقوم بها تلك التشكيلات، أن تطلق يدها أكثر من ذلك. مضى الكاتب. التشكيلات العسكرية لو كنتم تعلمون تتمثل في وجود 10 جيوش في الخرطوم يشغل قادتها أعلى المناصب وأرفعها في السلطة بوضع البندقية. التشكيلات العسكرية في الفوضى والقتال الذي يحدث في ولاية النيل الأزرق الذي راح ضحيته أكثر من 225 مواطنا سودانيا، لا وجود للسلطات ولا حماية لهم من قبل العسكر. الشرطة السودانية قالت إننا نتعامل مع قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب. فقدنا الشرطة في التفلتات الأمنية وفي الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد، ولم نجدها إلا في مثل هذه البيانات التي تتهم فيها الشعب السوداني وتكون سببا في نشر الفوضى وإشعال الفتن. نعم، كان لابد أن يحدث كسوف للشمس في اليوم الذي تصدر فيه الشرطة السودانية مثل هذا البيان، فهذا أمر يكسف حتى الشمس. ختم الكاتب هذه الزاوية ويقول يا كبرياء الجرح لو متنا لحاربت المقابر. الزميل الإعلامي الجميل الفاضل يقدم ابنائه تجسيدا لكتاباته الثورية في الصحف وتحليلاته السياسية في الفضائيات، يرافق أقواله بأفعاله وفلذات كبده. لن أهتم بالتفسيرات العلمية والفيزيائية والطبيعية لكسوف الشمس، لا بد أن الشمس كسفت بسبب هذا الذي تفعلونه في أبناء السودان، وكل الطرق تؤدي إلى المدنية.